منا المحاولة ومنا الإجابة بجرأة، منا السؤال ومنا توضيح الحقيقة، منا السهم ومنا التسديد بدقة. ضيف السهم في حلقة اليوم هو تاريخ الازدياد 19 نوفمبر 1959 بمراكش، البرج العقرب، الحالة العائلية متزوج وأب لشابين، المهنة لاعب دولي سابق، المواصفات موهبة كروية فريدة ومشوار رياضي متميز، مسكون بعشق الوداد وعايش عصورها الذهبية، شخصيته قوية لكنها أحيانا اندفاعية ومواقفه الصريحة سببت له العديد من المشاكل. هذه المواصفات تتطابق مع بروفيل واحد، فخر الدين رشحي. إذن ضيف السهم في حلقة اليوم هو واحد من أساطير كرة القدم المغربية، سي فخر الدين رشحي. مرحبا بك وألف مرحبا. بارك الله فيك، مرحبا بيا عندكم هنايا، وتحيه للمشاهدين اللي غيشوفوا هذه الحلقه هذه. يلا على بركه الله نبدأ. على بركه الله. اذا اول فقره سهم في كلمه. اذا سي فخر الدين، الفقره الاولى سهله، ما كاين مشكل، عندنا 10 ديال الاسئله والمطلوب انك تجاوبنا بكلمه. طبيعه الحال من بعد في الفقره الثانيه نفصلوا. عندنا واحد الفكره كيدور عليها البرنامج وهي السهم. في حاله ما اذا طرحتي سؤال ما بغيتيش تجاوبني، بغيتي تقول لي بثلاث ساعه اخرى، لعبوا لعبه السهم. ما كاين مشكل. وبغيت نقول للمشاهدين قبل ما نبداو، اول محاوله لعبها السي فخر الدين جابها في الهدف وسبحان الله. يلا على بركه الله. مرحبا سي فخر الدين. حلم مازال ما تحققش. انسان تيقنع بداك الشيء اللي عطاه الله. حنا ماشي مخيرين، مسيرين من طرف ملك الملك. النجوميه عطاتك هي سيف ذو حدين. النجوميه اما تعرفي كيفاش تحافظي عليها وتبقى دائما بجانبك حتى ولو انتهيتي المشوار ديالك الكروي، ولا كتقدر تخليك على انك تنتهي في واحد الوقت اللي انت باقي مازال فعلا نجم تكون فيه نجم. فريق الوداد البيضاوي، فريق الوداد البيضاوي العائله، شي حاجه انت فخور انها عندك في شخصيتك؟ والكرامه. واسوأ صفاتك؟ يمكن ما كنتقبلش. عندك حق، هذا سؤال زوين. شويه كنفعل إذا كانت شي حاجة ما كتعجبنيش، كاين اللي كيقدر يغمض عينيه. أسوأ لحظة عشتيها في الحياة؟ ما حدنا باقينا أنا وياك عايشين وهاد الناس اللي كيتسنطونينا، ديما كاين الشيء الجميل وشي حاجة اللي كتقدر توقع ما كتنتظريهاش. هذا هو اللي كاين. سر النجاح في كرة القدم؟ الخصم. لا، غير الخصم، احترام الناس. حيت كرة القدم اللي كتكون كتلعبها أنت ماشي ديال راسك. سالينا الفقرة الأولى ودابا غادي ندوزو نفصلو في حويجات يمكن الناس كيعرفوها ولا ما كيعرفوهاش على سي فخر الدين. مرحبا. يلا مرحبا، غنمشيو مباشره للفقره الثانيه وسهم القلب وغنشوفوا شنو مخبع قلب سي فخر الدين رشحي. اذا سهم القلب هي الفقره الثانيه. وسي فخر الدين، انا بغيت نرجع معك شويه للطفوله. وحنا كنشوفوا بزاف ديال الوليدات دابا مع هاد النهضه اللي واقعه في كره القدم، كلشي بغى يولي لاعب كرة قدم. وحتى اللي ما عمره كان كيفكر ان ولده بغى يدير دابا ولينا ندخلوا وليداتنا للكلوب. طفولتكم انتوما طبيعه الحال كانت الامور مختلفه، كانت الكره عندكم في الدم، كانت الكره هي الحاجه الوحيده يمكن اللي كيعرف الشاب المغربي يديرها في الزنقه في الدرب، كيف تربيها ويتغدى بها. انت طفولتك باختصار الا بغيتي تلخصها لنا، كي كانت يعني فاش كتفكر هذا وتكون جالس مع وليداتك وتعاود لهم شنو كتقول لهم؟ ما غاديش تكون مختلفه على الطفوله اللي مروا بها عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا قبل مني ولا في الجينيراسيون ديالي. يعني يمكن تكلمتي انت قبل، الحي كان هو المنقذ كيف كنقولوا حنا، والمنقذ اللي غادي تقدر تخرج وكاين لي تيران فاك حداك، كان اتساع ماشي بحال دابا. الامور تغيرات يعني بالبنايات اللي ولاو، حيت كاين اختلاف. حنا يمكن الحمد لله جينا في واحد الوقت زوين، حنا كنخرجوا كان جيران، كنتي كتكون يعني ما كانش هناك خوف. الوالدين ديالك يقدروا يخليوك تخرج من الصباح حتى الليل، ما كاينش اللي غادي يقدر يأذيك. ثم الاهتمام ديالنا ما يمكنش لنا نلعبوا شي حاجه، واش حنا غنلعبوا الباسكيت ولا الهوند ولا هذا، غادي نلعبوا كره القدم. هي اللي ساهله، هي اللي كتجيبي فيها واحد الكره وكيقدروا يتجمعوا على 20 30 ديال الناس وكيلعبوها. ثم من عند الانطلاقه كنضرب لنا لي كارتي، اي لاعب كتسوليه تيقول لك لعبت في الحي ولا الفلاني ودرت هذا. الوالدين ما كانوش كيقولوا لك راك تضيع الوقت؟ لا ما كنظنش. والدينا حنا الحمد لله جينا في واحد الوقت اللي الوالدين الاهتمام ديالهم كيكون اكثر هو في داخل المنزل ملي كتجي وكتدخل، ولا حيت من ناحيه الدراسه
ولا هذا ما من ناحيه اللعب مع الاصدقاء ما كانش هناك مشكل. والدراسه كي كنتي فيها؟ وحنا كنسيروا ما بين الدراسه وما بين اللعب. الوقيته اللي خاصني نمشي نوقع ونمشي ندير واحد تجربه مع فريق الوداد، ولما حصل على انني صافي وقعت مع يعني مع الشبان وهذاك الشيء صافي ما بقاش كيتول، ماشي كتحبس، كتبقى تدريجي ما كتجيش وتحبس، لانه بكثره التدريب والمباريات اللي كتكون عندك كنظن كتختلف الامور. غير هو ما نلوموش هاد الوليدات اللي كاينين دابا، لانه شكون فينا يقدر يطلق ولده ويقول لي خرج للشارع ولا يطلقوا للزنقه؟ ما غادي ما تنظنش، غادي يكون عنده تخوف. الاهتمامات دابا كامله مشات في الاتجاه ديال من بعد ما كانوا المدارس الكرويه في الحي ولاو مدارس كرويه في مقننه. كتدخل كتخلص واحد لاصون وكدير هذا وكتدخل ولدك على الاقل كتخليه كي قلتي انت يمشي لذاك المبتغى ديالو اللي هو عزيز عليه كره القدم، وكاين اللي كيتباع وكينجح وهذا وكاين عاوتاني. انت كتحلم تكون نجم؟ لا هذه ما عمرها ما كتكون، كتكون كتلعب يعني تكون جوار بروفيسيونيل. شوف انت ديك الساعه كتلعب الهدف ديالك بعدا هو الدرب مع ولاد دربنا. انا الحلاوه ديالي انا نلعب مع ولاد دربنا ونكون نشاط ونتلاقاو مع العشيه مع الليل. سميت الحومه ديالك اللي تربيتي؟ انا نورمالمون كبرت في مدينه قديمه في درب التازي. انا بحكم الوالد ديالي الله يرحمه كان رجل امن، مشى سكننا حدا استاد دونور حدا الملك محمد الخامس. ما يمكنش ليا بديك الوقيته، انا ديما كنت كنقولها والناس اللي متبعين البرامج وعارفين اش كنقول، مدينه قديمه كانت هي هي الانطلاق. انا تما عند جده الله يرحمها وجدي الله يرحمهم والعمام تما الله يرحمهم، دوزنا واحد طفوله جميله وجميله جدا. مدينه قديمه باقي الان الحمد لله كنقدروا نديروا شي زيارات ونمشيو تما نطلوا، ولكن ما عمرني ما غننسى الذكريات ديالي في المدينه القديمه. ثم كان عندي التحاق بالسكن اللي شاري الوالد، ولات عندنا فرقه تمايا اللي هي القصيبه معروفه في تما في دا مركب محمد الخامس. كان فريق اللي تاهو عندنا كبير فيه لعابه تبارك الله دراري متميزين. كانت مدرسه الوداد قاسيه يعني واش كانوا ديسيبليني؟ كانت عندهم الوداد بعد هذيك الساعه في ديك الوقيته غادي تمشي للوداد وتقبل انت في الشبان وتوقع وكتقول وكترجع للتاريخ ديال الوداد وتشوف شكون الوداد، راه كتعطيك ماشي سهله. لا ماشي سهله هذيك الساعه. الناس ولا المقربون ولا الوالدين كيتفاجئوا، انت تلعب في الوداد ديال العربيه حردان ديال بيتش والله يرحمه ديال الشهاب ديال واحد، انا كنعطيك المجاهد عبد الحق الله يرحمه، كنعطيك واحد الفئه من غير صحيته وشيشه والعلاوي وصفاري واستبح لما ذكرت واحد عدد كبير ديال اللاعبين في ديك الحقبه، تلقى المكانه ديالك انت ضمن هذه المجموعه هذه. شنو قال لك الوالد فاش قلتي له راه غنوقع دخلتي عليه؟ لا الوالد الوالد سبحان الله ما كانش عنده كاع اهتمام، ما كيعرفكش كاع فين الوالد الاهتمام. انا كنقول لك هو دخل هذيك الساعه كنلعب وكندير وهو كاع ما عنده تسق لي الاخبار واحد النهار بان انا راني كان باغي تكون انت رجل امن بحاله. لا ماشي هذا هو الاتجاه، ما عمرك ما تقولي انا باغي نكون رجل، لانك تدخل ذاك الميدان ديال الكره من الصغر ديالي. اذا انت من الاول كنتي ماشي من الاول صافي دخلت كنلعب الكره ديالي، لقيت راسي في واحد المكان اللي ارتحيت فيه، مكاني الطبيعي يمكن ارتحيت فيه كنلعب فيه الكره، لقيت دراري لقيت فراقي كيف من الدرب صافي بديت كندير كيف كنقولوا الاتجاه ديالي ولا واضح. غير هو باش تلقى المكانه ديالك واحد الفريق عظيم وقوي وعنده تاريخ وعنده هذا واللي هو الوداد ماشي سهله. اول صالير شديتيه من الوداد عاقل عليه؟ لا ماشي اول صالير، حنا بدينا في او نيفو دي جون، ديك الساعه كتاخذ ملي كتلعب هذاك كتاخذ 100 درهم 100 درهم كنقول لك في ديك الوقيته. ثم مع الفريق الاول كان معروف على بريم، كان ديك الساعه ما بين 400 درهم اذا كان بنادم لاعب تيتولار و200 درهم ذاك اللي ما كيدخلش. حتى المسائل كانت هي بدون مستشعرين بدون كتعول على ذاك المداخل ديال الجماهير، هذاك لو بي راه كان كيسوى واحد الثمن اللي كنقول انايا حتى هو الحمد لله. يمكن انا كنظن جميع ذوك اللاعبين اللي سولتهم ديك الحقبه ما كانوش كيسولوا على الفلوس اكثر ما كيسولوا على تاريخهم وتواجدهم في واحد الفريق، تيقولوا امتى ناخذ المكانه ديالي هنا ونولي عنصر مهم
وندير تنايا تاريخ ونفوز بالألقاب. كان الهاجس يمكن ديال حب الكرة أكثر من الفلوس. لا ماشي حب الكرة، كتقول أنا غادي نلعب وكتسناوك ولا دربكم كتفرح حتى ملي كتدخل نهار الوداد وكتقول غادي نلعب 10 دقائق 15 دقيقة لا لعبتيها كيستقري كلشي الخبار، رغم أنه ما كانش إمكانيات ديال التواصل، ما كانش التلفازة كانت معروفة، الراديوات كانوا معروفين شكون هما اللي فيهم الناس. يعني كان داك الشيء، ولكن هذاك الجمهور اللي كان كيحضر في ملعب الأبجيكو كان جمهور اللي كيدخل. أنا شفت الناس ديك الساعة بالترابش حمرين وب كانوا فعلا كانوا بجلالب ناس في ديك الوقيتة في السبعينات. أنا كنقول لك الأبجيكو الناس كيفاش جالسين وكيفاش كيدير وكانوا كيحضيوك تعرفوك شنو الغلط اللي درتي واللي ما درتيش. أنا كنقول لك البدايات، يعني فاش كتكون لاعب ناشئ ويلا بديتي كتبرز سميتك، كتبرز سميتك، كيقوى عندك صحاب، كيقوى عندك هذا، وخاصك تعرف راسك اش كدير. هو ماشي مباراة اللي غتوصلك وماشي عام. وقع غلط بزاف لبعض اللاعبين اللي كيعول على مباراة ولا كتبان سميتو دغيا وكيطفى ما رضي عليك ولا كتمشي. الحمد لله كنت تقدري تشري الصحف انا داك كتقرا السميه ديالك ودير لك شي تصويره وداك الشيء، ولكن اي فوا كتقرا هذيك الجريده كطويها وكتنوض تخدم. سي فخر الدين لو سمحتي لي غادي نهضر على الاسره الصغيره ديالك. انت متزوج وعندك جوج الوليدات الله يخليهم لك. حنا كنعرفوا في داك المرحله وانا الوالده كانت كتعاود لي ان نجوم كره ديال القدم اي كانت كتحمق على كره كانت من الناس اللي كتشجع المغرب الفاسي وكانت كتدخل داك الفتره ديال السبعينات والثمانينات الماتشات الملعب حسن الثاني كانت كتدخل بالتام هي دابا كانت كتدخل يامات الكزار يامات الكزار ابو التازي فكنت كتعاود لي ان نجوم كره القدم كانوا هما لك خاش كما كنسميهم دابا ديال النساء ديال السبعينات والثمانينات المعجبات اللي كانوا هما بالرسائل. اييه تماما هذو اللي كانوا كيجيو رسائل وفي كانوا كيجيو رسائل بعض المرات كيجيو للمركب المركب محمد الخامس. انا كنحصل ليا واحد كان داير معايا استشوب وتكلمت على المرأة في ديك الوقيته على كره القدم النسائيه ولقيت مشكل. شنو قلتي شي حاجه؟ قلت شي حاجه على ان المرأة زعما ما عطيتك الساعه في ديك الوقيته باش تهضري على المرأة تلعب الكره النسائيه صعيب. شكون اللي تقبلها؟ شكون اللي تقبلها فعلا؟ انا تكلمت غير في نطاق ماشي ك يعني تقليل من المراه، لا غير جاتها لقيت واحد السيده مصيفطة لي رساله من صويره المركب محمد بن جلول على اساس لا وانت وحنايا كان داكشي زوين نطاق ديال الاحترام. انا كنظن اليوم الامور تغيرت مع الهواتف النقاله ومع هذا، اما حنايا الا بغيتي تقولي ما كانوا لا معجبات لا خاطر اللي غادي تخدمي داكشي ديال الحمام داك البيجون تصيفطي ليها في سميتو داكشي ولا داك القريعه في الماء لا القريعه ديال الماء كيما كدتي انت غاديه معايا انا ماشي معاك واش تي حيت فاجئتيني بقيتي المعجبات المعجبات راه غادي يكونوا عندك دائما فعلا حيت في اي دومين تيكونوا عندك ناس اللي كيبغيوك وتيحترموك وكيديروا. الزوجه ديالك عزيز عليها كره القدم ولا ما كانتش كتعرف اصلا شكون هو في الخدمه؟ والله العظيم لا، ولقيتها اللي تزوجاتني وداك الشيء عرفت بالعكس غادي تعرف شكون هو. وراجلها كيمارس كره القدم وكيمشي ما عندهاش كاع مع كره وفين كيمشي هذا الراجل؟ كيلعب في شي فرقه لا ما يمكنش هو نخرج انا من الماتش في الدار وفين كيمشي هذا الراجل؟ وهي وداديه؟ لا لا هادشي ما داخلش عندي انا في العائله. ما كاينش هاد انت ودادي انا هادشي ما انا نقولها لك ديما كنقولها يجب احترام. احترم واحد من فاس من طنجة من احترام انا بقى دائما نقول هاد الكلمه هادي يعني تقبل ان واحد من شوف انا نقول لك عاوتاني باش يمكن احترام رجاوي ودادي مغرب فاسي كل واحد كيبغي فرقه ديالو فعلا. تصوري معايا انت هاد 40 مليون في المغرب كتبغي فرقه واحده فين هي الحلاوه ديال الكره؟ انا الحمد لله عشت مع تاريخيا مع فرق اللي ما بقاوش دابا راه كاين اللي في دوزيام ديفيزيون كاين اللي في الهوات عشت معاهم وعشت احسن لحظات مع هاد دوزو لاعبين كبار مع كامل الاسف هاد لا جونيس دابا ولا هاد لي جون دابا اللي كيتفرجوا ما شافوش هاد الفراقي كاين تعصب دابا اذا نعبدوا ربي انا التعصب ديما كنهضر عليه لا في الراديو ولا في اي مناسبه ما خاصش التعصب يكون يكون التعصب على الفرقه ديالك الا بغيتي بهذا في نطاق الحدود اما التعصب مع الخصم الاخر انا كنقول شويه اسمي شوف راه الاحترام ما كاين ما احسن يكون متبادل حيت انا راه هاد الدراري دابا اللي كيتفرجوا يمكن عندهم لاج شويه الى عاشوا شويه واحد الحقبه مع عبد ربي انا كنظن وداد رجا ديربي جماهير
جالسه في واحد بلاصه وحده، بانهم الفرق بجوج والجماهير بجوج جالسين وكيمشيو بجوج من المدينه ومن درب السلطان، كيمشي رجاوي ووداد وكلشي هازين الماكله ديالهم. ديك الوقيته كانت الماكله كتدخل وكدي معاك هذا وكدير فحال واحد امسيه فيها ماكله وفيها ماتش ديال الكره، وكيخرجوا بجوج هما واحد كيشد في الاخر وبالضحك وبالنشاط. وهذا هو اللي بغيتو عليه يرجع ان شاء الله بحول ان شاء الله. علاش انا يبقى فيا الحال مزيان جبتي معايا هذا الموضوع، يبقى فيا الحال انا ديربي الاخراني اللي داس محمديه او يكلو ديز بهذاك الريتم وبهذاك ما انا كيحس كيألم هذاك الشيء. ديربي وانا ايفينمون اللي استثنائي، ديربي عالمي اللي الجماهير العالميه كتبغي تشوفو خصوصا العربيه وشمال افريقيا، ماشي بارد راه كان بدون حياه اكثر من بارد. علاش انا كنقول لك نبغي نشوف انا باش ما نخليوش حنا لشي واحد يقول لك لا ما نديروش هذا الماتش على قبل الجماهير. دابا ولا بزاف ديال السلطات ملي كتبغي دير تيقول لك اودي انا ما تلومنيش. وليدات كيبغيو الكره، كيبغيو الكره ولكن في نطاق الحدود. الابن ديالك ما انا كبار، انا الدراري ما بقاش لا كبروا راه ما كاينينش هنايا. داك الشيء علاش انا عاشوا معايا هنايا، مشاو معايا التيران، دخلوا تفرجوا في باهم وبقى داك الشيء سميتو المهم الكره في التيران والدار نتاعك. لا الدار خصك يلا دابا خذ هذا السؤال سي فخر الدين. مرحبا بك. كي داير انت كاب صعيب ظريف حنين شويه مزير؟ لا والله العظيم انا كنقول واقيلا مزيان اللي عندي الزوجه ديالي كانت كتدخل هي اللي كتقدر. انا شويه صعيب، ماشي صعيب عاطفي من واحد الناحيه، وميم طوم اللي كنهضر انا نقدر ما نضربكش ولكن نضربك بشي فهمتيني غير بجوج كلمات ثلاثه. والحمد لله الحمد لله اللي انا شوف كنقول لك انا الحياه الزوجيه الا ما كانت مقسمه على جوج الناس تقدر ما تنجحش فعلا، لا معاك انت ولا مع الوليدات ولا مع. انا الحمد لله كنشكر الله لانه لله. صراحه لقيتي شريكه الحياه اللي عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا السبب ديالهم في الحياه ديالهم الرياضيه ولا داكشي اختيار اللي ما كيكونش في ولكن عاوتاني كنقولوا احنا دائما الله هو اللي كيسميتو بنادم يتوكل على الله. ونتمنى ان شاء الله لانه كاع هاد الدراري اللي مقبلين على الحياه الزوجيه، الحياه الزوجيه راه ماشي نهار وماشي يومين، مسار ومسار وكيف كيقولوا الناس القدام تيقول لك كل واحد يصبر مره فعلا. فهمتي خاص الحمل مره عليا مره عليك، كل ميزان كل ميزان كل ميزان باش ما كيكونش الميزان تما الا بغيتي دير فيها انت راجع هذاك الشيء هذاك الشيء ديباسي مشى هذاك الشيء الفحوله زين هذه الفحوله فعلا مع افلام مصريه كنت في افلام مصريه انا هضروا على واحد الجانب حتى هو مهم وعندنا واحد ليماج واحد الفكره وصححنا. مرحبا. ان كره القدم تساوي الفلوس. الله اوتي ان لاعبي كره القدم هما لاباس عليهم ومحظوظين وما لا شو خير بنادم غير مقصر وناشط وكيربح الفلوس واحد كيضرب التماره وكيقرا وعنده الماستر والدكتور مسكين على قد الحال. كاين واحد الناحيه لا ولكن دابا كتهضري اين جيل كتهضري عليه؟ وفي الحقيقه هذا الجيل هذا جواب واضح يكون معك واقعي. الجيل ديالكم بما انك لا تهضري هضري على دابا حاليا يمكن هذه المطالب فهي في المصلحه ديال لي جوار اللاعبين. العبد ما يقدرش يوقع معك إلا ما كانش عنده غيضمن المستقبل ديالو، حيت هي كرة القدم ما فيهاش مرحلة طويلة. لنفرض واحد بدا كرة القدم بدا كيتخلص الحمد لله كي قلتي أنتيا مزيان أصيب بكسر ولا شي حاجة اللي منعو ما بقاش يلعب. الحياة تما فين انتهت. فعلا. وياما عشنا هادشي مع لاعبين اللي مساكن. أنا كنقول اليوم المشكل ماشي هو في هاد اللاعبين وما كاين، لا المشكل هو في النظام. حيت هي دابا كتهضري وكتهضري باسم بالجمع الوغ هو راه ماشي كاع الفرق ديال البطوله تيعيشوا في النعيم. راه كيلكو زيكيب هما اللي وماشي زعما وكتلقاهم في لي ليتيج وفي المشاكل وفي هذا، اما الاخرين راه تا هما الى لقى واحد النهار مني سالي حيت النجومية أكثر وأكثر محتكرة على الفروق ديال الدار البيضاء. علاش؟ وحتى دابا مؤخرا
الفريق اللي غادي يبان هو الفريق اللي كيحقق شي لقب كيبدا يبان ولا يمشي لكأس افريقيا. دابا علاش الوداد والرجاء في واحد الوقت هما اللي مركزين عليهم الناس؟ لان يعني فروق ديال كيف كنقولوا هما البدايه ومن الاشعاع ومن المشاركه ديالهم افريقيا، الفوز ديالهم بالالقاب، الحضور ديالهم العالمي في عده حتى الجيش الملكي حتى هي في عده. انا كندوي معاك انا كيفاش جا هادشي انا كيفاش عاد من بعد انا كندوي معاك لي فار تبارك الله راه ثم تنضافت عليهم دابا مؤخرا ولينا نشوفوا بركه حتى هي يعني المشاركه ديالها في الفرق الجديده تاريخيا. الا بغيتي لا الا بغيتي تكون واحد اللاعب مميز خصك القاب، خصك مشاركات دائما، خصك تلعب مباريات يشوفوك الناس دائما تكون. اما الا غادي تلعب ليا بطوله وكل مره تكون في واحد الفرقه الله يحسن العوان تيمشي مع هذه الفرقه ما كيسخرش الله كيبدل كيمشي لفرقه اخرى واحد الوقيته تيخرج خاول ويفاض ما عندوش هذا. وهاد الوليدات عاوتاني كيمشي يبحث على راك انت عارفه. انا ما تلوميش اللاعبين حاليا لان حتى هما حنا عندنا واحد القضيه اللي كيعيشها اي واحد تعيشها انت نعيشها انا عيشوا هاد الوليدات اللي شادين دابا الكاميرات ولا هذا. دائما كتلقاي من موراك عندك واحد عائله كتلقاي امك وباك ولا خوتك ولا هذا. وهادي شي حاجه اللي نقدر نسطر لك عليها بالحمر 90% ديال اللاعبين كتلقاه كيجر هنا وكيجر هنا يعني مقسم مسكين خصو يرجع الخير لوالديه خصو في نفس الوقت يبني اسرته حتى هو وهنا عاوتاني تيكون صداع راكي عارفه انا عارفه العيالات ايوا بلا ما نقول لك كاينه 500 مليون و600 يمكن الا عندك شي عصا سحريه وبغيتي ترجعيني شويه 18 عام و 19 نقدر دابا نقدر نقول لك ماشي انا تيمومي ولا ظلمي الله رحمه ولا واحد عدد كبير ديال الدراري غادي يسيني بجوج مليار ولكن دابا ما يستاهلش 400 مليون انا كنقول لك دابا غادي يكون 400 مليون غيكون مليار ولا جوج حيت الكاليتي ديال الجوار اللي كانت ديك الوقيته كانت شي حاجه في المستوى العالي وضيور راه الناس كيعرفوهم وتاريخهم راه كيهضر عليهم ناس اللي تبارك الله كورتهم كانت بحال كنقول لك انايا الله والطبيعه المواهب راه كانوا عنده كثار ندخلوها في الاتليتيزم ندخلوها بزاف ديال المسابقات اللي كانوا عندنا الرياضات اللي كانت عندنا هنايا اللي عطاتنا ابطال. ها هو دابا كاين الامكانيات ما تقدرش تخرجي بطل عندنا واحد الشكل ديال العويطه قروش عندنا واحد دابا البقالي لا لا عندنا البقالي وي ولكن راه عندنا هذا البقالي راه كدي معاه كتجيبي معاه هو اللي كدي كتجيبي الميداليه ديالو وكتقولي حنا راه درنا في الرياضه فعلا الرياضه مركزه على البقالي فعلا. انا نقول لك واحد القضيه الرياضه ما مركزاش على 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 شخص وما مركزاش على منتخب. الرياضه المغربيه ملي كتكوني كتكلمي عليها خصنا نهضروا على الباسكت. انا ديما كنقول هادشي في الراديو كنقولوا دائما الهوند واتر بولو تنس البينغ بونغ مسايفه ليكيتاسيون انا كندويك على الرياضات الجماعيه اللي كنتي متميزه فيها وانت دابا التاريخ فيها وانت دابا غاديه ولات غابره. دابا حنا ملي كنتكلموا على الرياضه والازدهار باش رابطينا حنا كره القدم صافي واضح المساج نسدو سهم القلب واخا ما جاوبتينيش على الفلوس. لا ما يمكنش شو كل شو كل يعني واش اللاعبين جبت على الفلوس انا جبتيني من بنكه جبتيني انا كنقول لا يعني كنشوف شوفي القضيه نقول لك هذوك الدراري اللي كانوا معنا واللي كيديروا الحمد لله الحمد لله مسؤولين عندك شي واحد شوف نقول لك القضيه الله يرضي عليك الخير فيما اختاره الله ولاو وباش كيقنع بغيتي خبزه واحد شويه ديال الزيتون ولا اللي بغيتي وتجلس وتقابل الله وتريح وتحترم راسك بغيتي الطمع راه كاين الطمع وكل واحد وكيفاش دار ليه الله واحد كيفاش كيسير وكيختار حياته كيفاش يمكن انا معوض الفلوس بالناس انا نبغي يسلموا لي 10 و20 ويتصوروا معايا ولا هذا ولا نخرج كل واحد يقول لي هاك 1000 درهم ويبقى يعاير فيا. وانا كنرجع للسؤال ديال القبيله باش قلتي لي احسن صفاتي الكرامه بيان سور حيت كاين بزاف ديال الحوايج باش تصغر سهلة زوين هذا المساج نكملوا به الفقرة الثانية اللي هي كاين بزاف الحوايج باش تصغر كاين بزاف الحوايج باش تكبر تكون كبير في عينين الناس ما كاين مشكل. مشيو للفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة بسيطة مرحبا سميتها سهم القيل والقال شنو كيتقال عليك تبغي تعرف نسمعوا وجاوبني مرحبا يلا مباشرة غنمشيو للفقرة الثالثة سهم القيل والقال
إذا فهم القيل والقال وغادي نكتشفوا شنو كيتقال على السي فخر الدين رجحي. يلا نسمعوا أول حويجة كتقال عليه. مرحبا أختي. ولا حويجة صحانة تكون تكون إشاعة ولا معلومة. مرحبا. السي فخر الدين يقال أنك أنت صريح لدرجة القسوة أحيانا. القسوة غادي تكون عاملة حيت إلى حيت الصراحة ديالي كتكون في اتجاه هادو اللي غياخذوها ياخذوها في اتجاه ديال الميدان ديال كرة القدم. هنا في غتكون محدودة وهي القسوة ماشي قسوة كتكون قاسي من ناحية التفكير ديالك والنظرية ديالك والشوفة ديالك. يقدر واحد يجي وبغى يتكلم معاك على واحد المباراة ولا بغى يشرح لك شي حاجة ويعطيها لك بطريقته هو الخاصة وبدون ما يقنعك ولا شي حاجة خوفا من على أنني يتقلق علي ذاك الشخص المعين ولا شي حاجة. أنا إذا كان هضر على شي حاجة كان هضر على هذا بقى نمشي معك ديريكت باش ما نبقاوش يلا مباراة ديال ساعة ونص كنهضر على مباراة ديال ساعة ونص باللاعبين ديالها اللي كانوا مزيانين اللي كانوا خايبين وكنهضر على اختيارات ديال المدرب على المدرب كنهضرش على الاسم ديال المدرب ماشي على فلان ما عرفت فهمت الفكرة. عندي أصدقاء ديال اللي كيشتغلوا في الحق التدريبي وعارفينها. أنا ملي كنكون نتكلم معاك كنتكلم معاك على هذاك أنت صديق ديالي لكن أنت شي مشكل حنا باقي عندنا هاد القضية كنربطوا الصداقة وهذا كندخلوها في الرياضة ولا ما عندكش حق تهضر ولا هذا هذه لا ما خصهاش تكون. فخر الدين كاين اللي كيقول عليك انك بالاضافة للصراحة ديال كل قسوة بعض المرات انت انسان عندك النرجسية حلف كيقولوا انك جميع الاراء مقصية عندك وانت زعما هو الراي ديالك هو اللي يحترم واللي خصو يحترم واللي خصو يمشي. لا بالعكس وانا الحمد لله دابا قدرت صمتني في البرامج ديالنا دابا اللي كنشتغلوا نيت في شدايف ام عندنا الحوارات بزاف مع كسبنا بزاف ديال الناس حتى ملي كنت في راديو مارس هو تبادل الاراء. انا كنقول لك شوف واحد يعيط ليا ويقول لي راه هاش كيبان ليا واش ما عمري ما نقول لي لا انت غلط. واحد السيد عيط وعطى راي ديالو احنا دابا في خضم كاس افريقيا كاينين الناس كيتصلوا بينا شاف المباراه هو بواحد الشكل. انا دابا مع الدراري ديالكم هنا كنت كنتكلم كل واحد وعطاني نظريه ديالو على المباراه اللي لعب منتخب المغرب نقول لي انت ما كتعرفش تفرج هو شافها بالمنظور ديالو انا غنشوفها انا بطريقتي الخاصه. علاش هو انت محترف عاوتاني ماشي بحالو انت دابا جاوبتي انا داكشي اللي لعبناه ديال الكره وديال التدريب وداكشي كنقدروا نشرحوا بيدكم غير هو انا كلمه انا ما كتعجبنيش وما نبغيهاش الله العظيم ما نبغيهاش لانه انا ديما نبغيو نبقاو صغار ونبقاو كان باغي نتعلموا ونبقاو دائما باغي نستافدوا ونقلبوا على الاستفاده اكثر. واضح الجواب ديالك سي فخر الدين واضح. اذا هذه نزولوا هذا التوبه عليك ما عندكش مشكل يعني سي فخر الدين بصح انت كنتي لسنوات محلل ديال قنوات بين سبور, وكنتي متالق وبصراحه زعما نقولها كنتي كتبرد القلب الحمد لله لان فعلا في البين سبور كنحتاجوا مغاربه مع ان مشكل شويه ديال اللهجه يمكن ما عرفتش شنو المشكل. لا مشكل غير هو ما تلوميش بعد بزاف ديال الاصدقاء ديالنا ولا شي حاجه احنا اللغه اللي كنتكلموا بها هي اصلا صعيبه هي ما عندناش حنا العربيه فعلا ما كنتكلموش بالعربيه نيت فصحى فيتينا دوك لي تونيزيان ولا المصريين ولا السوريين ولا الاردنيين ما تقدريش عليهم اللغه ديالهم اللي هي خصوصا السوريين. انا نعطيك واحد القضيه اللي انت واقيلا ما تكونيش عارفها ونعطيها حتى للجمهور. حنا كنا كندوزو انا اشتغلت في بين سبورت شكون هما الناس اللي كانوا كيتدخلوا اكثر وكيكتبوا وكيبغوا يطلبوا به هما هاد السوريين والاردنيين والدول العربيه هما اللي كان عندهم واحد الاهتمام وكان عندهم واحد كيف كنقولوا حنا بوا الله يرضي عليك ملي ما كيعجبهمش هذا كيكتبوا كيبداو يقولوا كاودي كيبداو يصيفطوا هما الاداره ديال القناه فهمت وكيتوصلوا هما عندهم هما راكي عارفه باسكو كيوصلوا فيها رسائل وكيديروا وتما فين غادي نعرف انا من طرف احد الاصدقاء ديالنا اللي قال لي راه كابتن كتعرفي انت كلمه تيقول لي راه المشكل ها فين كاين. اذا حنا كان عندنا شويه كنتعذبوا إلا بغيتي تبحثي على الكلمات حتى لو ما كانش عندك هذاك التلقائيه وداك الشيء راه كتعذب تما هي ما غتهضرش بالعربيه الفصحى
وما تهضرش بالدارجه ديالنا لان كاين بعض الكلمات المواطنين ما كيفهموهمش نهائيا. لا مستحيل يفهموا. ولا مشيتي انت قلتيهم تتخليهم هما في الهدوء ما كيبقى يفهموا والو. وما عليناش حنا كنا كنحاولوا كيف قلتي انت الحمد لله اخرى وكنا كنحاولوا كيف قلتي انت سيرتو في مباريات ديال المغرب ديال كاس افريقيا ملي كانت لعبها الوداد ولا الرجاء ولا هذا في السكلاب دابا ما تواجه واحد العنصر جالس قدك تمايا لانه هو غادي يهضر باللغه ديالو وكيدافع انت خصك فهمتي ولكن في نطاق الاحترام في نطاق الاحترام هادشي اللي كاين. دابا نكمل الاشاعه اللي عندي واكدها مرحبا ان وقع لك مشكل مع احد المسؤولين باش غادرتي قناه بين سبور بصح لا هاد كيوقعوا بزاف ديال انا كنقول لك من يمكن انا ما كنتقبلش بزاف ديال 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 الحوايج لا هادشي اللي كان وقع يبقى دائما نطاق ديال العمل فهمتي اش بغيت نقول لك في نفسك حاره كما كنقول فوالا وقع واحد المشكل لا دائما نتكلم عليه انا لا لا ماشي ضروري والحمد لله ما كاين حتى شي مشكل انا ديما كنعتبر كنقول انا الرزاق هو الله اكيد اكيد قال لك يعتمد على واحد الشخص معين ولا تيقول لك انا راه دير مع هذا مزيان راه يتهلا فيك وغادي يعطيك تاكل ولا سير عند هذا ولا تنازل على على بعض الحقوق ديالك ولا بزاف المبادئ ديالك راه هو اللي غادي يكون اللي كتقول ديك الكلمه راه هو اذا هنا كتكون دخلتي لواحد الحويجات اللي انا كان بالنسبه ليا صافي مشيتي دخلتي في شي دونك هو كاين الله الفوق قادر بين عاشت وضحى هاي يهزك من هنا ويحطك هنا قادر كيف كنقولوا احنا يرزقك من حيث لا تحتسب فعلا ايوا حنا ملي كنفيقوا في الصباح حتى واحد فينا ما كيضمن راسو التاني اللي غادي يبقى فعلا واش فهمتي فعلا اذا كنتي كتامني بهذه المسائل هذه راه الحمد لله راه تكوني مرتاحه في الضمير ديالك وكاين عاوتاني الطمع هذا هو المشكل اللي حصل لينا حنايا تقريبا بنادم باغي ياكل هنا وباغي ياكل في الجهه الاخرى وباغي ياكل في واحد الوليد جاي مسكين باغي يدبر على واحد رزيق ديالو يعاون به الوالدين ديالو والاخر عنده اربعه ديال الخدامي وكيدخل معاه في هذيك هذاك طرف الخبز اللي عند هذاك السيد وحنا اش نقول لك نتمنوا خير ان شاء الله نتمنوا خير الحمد لله نبغي انايا الامور تزيد تحسن ان شاء الله وحتى الانسان ولا كيف كنقولوا حنا تولي شويه ديال بعدين بخمم بان راه حتى واحد ما دايم دايم الله وضحتي لنا هذه المعلومه اذا هي صحيحه لا ما ندخلوش في التفاصيل الحمد لله يقال يقال هذه المره ماشي عليك على فريق الوداد يقال ان فريق الوداد سيحتاج لسنوات من اجل ترميم الصفوف بعد سقطه سعيد النصيري لا 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 الفريق بحجم فريق الوداد الحمد لله قادر يوقف بالرجال ديالو برجالاته كيف كنقولوا حنا بجمهوره بجميع المسائل اللي كنقولوا حنا ما تنظنش يتعطل هو ماشي فرقه اللي جاتو وقفات الوداد اللي كتكلمي عليها انت ما جاتش البارح وهي توقف وسميتها الوداد وهي توقع عليها المشكل هنا فين خصك تقولي لي خصها شحال وداد عندها جذور وداد عندها أصول وداد عندها ناس ديالها اللي قاوموا اللي ما خلاو ما داروا هذوك الناس اللي أسوها وضربوا عليها وضحاو اتونسيون ما جاوش ما داروش واحد فرقة اللي هي هشة بنية عندها الساس ديالها وهذاك الساس ديالها هو اللي غادي إن شاء الله دائما يبقى خدام عليها المشكل اللي تكلمتي عليه حصل اللي عطى الله عطاه هادشي اللي نقدر نقول لك اما فريق الوداد ان شاء الله غادي يقول ان شاء الله الكلمه ديالو في هذا الموسم يقدر يدير شي حاجه بينا ماشي هذا الموسم مازال انا كنتمنى الناس اللي غادي يوقفوا وغيديروا ما فيها بس انا نقدر نغيب واحد العام على بطوله ولا على شي حاجه ولكن نكون موجود ان شاء الله من قبل واليوم باش نتعطل تنظن انا جو نو بونس با ما كنظنش بان فريق الوداد غياخذ وقت كبير باش يرجع فريق الوداد كاين الناس كاينين اذا انت كتامن بان وعلى حساب داكشي اللي عشت فيه وكيفاش كنشوف كنظن بان فريق بتاريخ وتبارك الله الثقيل ما يغرقش غادي يقدر ان شاء الله يقول الكلمه ديالو سي فخر الدين كاين واحد اللقب معروف عليك هو فريخ واللي ما واحد العدد ديال الناس تيعيطوا تيقول لك ولا تنافسوا ولا بالالقاب وما باغيش هاد بغيتي نسولك انت بصراحه واش هاد اللقب كيعجبك ولا لا؟ ماشي كيعجبني واش انا بغيت ندار مع الناس
ميمكنش. انا كنقول حتى الناس دابا في الراديو تيقولوا لي سي فخر الدين خصهم يقولوا لك سي فخر الدين وي، ولكن الناس عزيز عليهم هذا اللقب. هذا اللقب جبتو من المدينه القديمه. شكون اول واحد قال لك في المدينه؟ في المدينه كانت الشتا كتصب وحنا لاعبين، وانا انا وليت كينيت بصح، وليت كاين شي فرخ وبقات هذيك كلمه فريخ داعت في المدينه القديمه وبقات غاديه ليومنا هذا. ملي تشوفي انت يا وليد عنده 8 سنين 10 سنين يقول لك فريخ كتموت بالضحك. انت فهاد لاج كيقول لك واحد ما شوف. ولكن واش كتعصبك زعما ما كتعجبكش؟ لا لا والله ما اعوذ بالله اعوذ بالله. ويلا جيتي تعصبيني هي نقول انا صافي راه حنا بالعكس هذوك الناس. انا نقول لك واحد القضيه الشيء اللي كيقولها لك محبه دزلتوها المواليه عزيز يا ولد تامين. انا دخلت مع لابيجي. عندك شي حاجه او شي مشكل او شي تحفظ على شخصيه القجع؟ لا لا كنحترمو احترام متبادل بيننا بجوج. فايت اشتغلت في معموره كنت كنتلاقى انا وياه ملي كان كيجي كيدير معنا اجتماعات. الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل. كنشكرو دابا في اطار العمل اللي تيقوم به كنعارضو في شي حاجه اللي هي ماشي ما عجبتنيش ولا بانت لي انا فيها شي حاجه اخرى والحمد لله. وتنظن بانه هو كشخص غادي تسولي على فخر الدين يقول لك ما كاينش الواعره هي اللي كيتملق. شي اللي بغيت نقول لك حيت في الحقيقه المتملق هو اللي كيحصل. وفي خبارك هاد الناس هادو اللي كتملق عليه وكتبقي تكذبي عليه وتشكريه تيحطك في واحد المرتبه انت كتحس براسك انت راه كيحترمك وراه حطك في واحد البلايصه بين مساليتي وهذا. سلام. خصني واحد الانسان نتكلم انا وياه. القجع رئيس الجامعه وزير ديال الماليه ولا ديال هذا نطاق الاحترام ديما نحترمو. عمرني ما نخرج انا نتكلم على السي فوزي القجع بشي كلمات اللي هي ما فيهاش احترام. تكلم عليه في الكره المنصب اللي عنده في الدوله بعيد عليا انا ممنوع عليا نهضر فيه انا بعدا كفخر الدين ما نقدرش نفهم فيه انا. ولكن في الرياضه عندي الحق نقول على المنتخب المغربي ما كنهضرش في هذا على الرياضه المغربيه عامه. انا دابا اللي كنناقش الراي ديالي بغيت نهضر كرويه في الفرق المغربيه. هاد المشاكل اللي كنشوفوا هاد المدربين اللي كيمشيو رؤساء اللي ما كاينينش لاعبين كيعيشوا ازمات فرق تعيش ازمات. نبغي التدخل ديالو السريع ان شاء الله. الكره النسويه بغيتها تتظهر. الفوتسال حتى هو هادو هما حيت بصراحه من بعد هاد الانجازات اللي حقق السي فوزي القجع قليل فين كنسمعوا شي واحد كينتقدوا ولا كيقول. انت من الناس القلائل معك شي واحد اخرين باش ما نقولوش فقط انت بوحدك اللي كينتقدوه نحيد لي على ان انا من الناس اللي كنت حضرت الكره النسويه ضرب في الطابله وقال لهم هاد الكره النسويه ما عجبانيش. حضرت انا حضرت كنت حاضر كنت حاضر وكان كنقولها باقي الان تنقول رئيس الجامعه يحصل لي كان لي الفضل يعني هو اللي بغى ينهض بهذا القطاع ديال الكره النسويه ونهض حتى بالكره ديال الفوتسال. فعلا عجبني الحال انايا. ثم الاهتمام بالفريق الاول كتوفر ليه الظروف كدير ليه مزيان ما نقولش انت هو غير هو في نطاق الحدود شي المعقول عاوتاني. لا ونبغي الاهتمام يهبط لتحت يهبط الهواة ويهبط ما تبقاش مقتصر. انا راه الحمد لله ما عنديش معاه يعني كيف كنقولوا شي مشكل نهائيا. ومن الناس اللي واحد الوقيته كنت كنشتغل في راديو مارس وحضرنا النهائي ديال فريق الوداد مع الاهلي ومن الناس اللي قال لي مزيان تبارك الله عليك راه كنصنطيك وكيعجبني الحال وكندير وهذا الشيء. واضحه الجواب حيت طونكو ما كتجرحش. انا هضرت انا وياك قبيله خلي الشخصيه ديالك وفين خدام والعائله ديالك وداك الشيء هذا هو اللي صعيب. انا اللي ما كنحملش هو شي واحد اللي كيمشي يقصد واحد الانسان في حياته الشخصيه. فعلا انا نهضر معك في الرياضه في ديك المنصب اللي انت فيه ديال الرياضه. انا قلت لك انا الوزاره الاخرى وداك الشيء انا لا تهمني ما نقدرش نهضر فيها لان هذيك عندها ناس ديالها في المستوى السياسي وهذا اللي كيقدروا يناقشوا داك الشيء. واضح الجواب ديالك وتبارك الله عليك سي فخر الدين وصافي بركه عليك. نسدوا هاد الملفات هادي سالينا التهم سالينا الحويجات اللي كتقال عليك. ندوزوا دابا الفقره الرابعه. وبغيت فقره عندك فهاد عندي خمسه دغيا صافي ما بقاش بزاف سي فخر الدين زيد. اذا مباشره غادي نمشيو نسمعوا راي سي فخر الدين في مجموعه من القضايا الشائكه غتقول لي مع او ضد. فهم الراي.
ساهم الرأي هي الفقرة الرابعة، وفيها غادي نعطيك سي فخر الدين مجموعة من الأفكار وانت قول لي واش معها ولا ضدها. مع أو ضد من يقول أن نقطة قوة سي وليد الركراكي هي ذكاؤه في استغلال العامل النفسي والجانب العاطفي. لا شبني كيكون عندك لا كومينيكاسيون وقريب اللعابة وكتعرف تحاور، نسبة النجاح تكون عندك كثيرة. عكس تجاهل اللاعبين وقرارات ديالك اللي كتكون شوية ما كتكون صائبة، والاختيارات ديالك حتى ذاك المشكلة تيكون عندك مع بعض اللاعبين، حيث المجموعة إلا ما حافظتيش عليها اللي صعيبة شنو هو؟ ماشي 11 اللي كتدخل، 11 اللي كتدخل هي با بروبليم، هذيك راه داخلة تلعب مورالمون مزيانين، خصك تعرف تجيري هذوك اللي ما غايلعبوش واللي ما غايلبسوش القميص، واللي خصك تبقى دائما موجدو باش إلا احتاجتي إلا احتاجتيه تلقاه موجود. وهذه القوة الضاربة ديال عدد كبير من المدربين اللي كينجح. واضحة. مع أو ضد من يقول أن الفريق المصري المنتخب المصري يحتاج لمدرب محلي، لأنه هو الوحيد اللي كيستطع اللعب على نقطة قوة المصريين واللي هي الروح. يمكن داز عندهم شحاتة حقق معهم ألقاب، ولكن عاوتاني المدربي الأجانب ما عمرش واحد والمرور ديال شحاتة عاوتاني جا في واحد الوقت اللي كانوا نجوم، لا الزمالك والأهلي وبعض الفرق الأخرى كانوا كيتوفروا على لاعبين في المستوى الكبير، وهي اللي ساعدت شحاتة ومشاو 3 سنين وما كيديو. فأنا كنقول دابا حاليا حتى المحلي اللي جا راه يتعذب دابا في عدم تواجد واحد نخبة من اللاعبين كيف كان قبل، غادي تلقى شوية ديال المشاكل. إذا أنت ضد؟ ماشي ضد، نسبية ما عندك دابا حاليا. مع أو ضد من يقول أن المواطن المغربي استفادته محدودة من الدعم على السكن؟ خرجت لك على كورة. سمعتي بالدعم على السكن اللي درته حكومة أخنوش؟ كان سمعه وأنا ما خديتوش، ما عرفت شكون اللي دار، ما تلاقيتش مع اللي خداه. خداوه الناس اللي بغاو يشروا ديور. شوفي إلا كان شي واحد في الدراري هنايا ما عرفتش واش خداوه ولا لا، يعني سمعتي اشرح لينا. أنا سمعت ولكن ما عرفتش أنا كاين فيه واحد المشكل. هذا شنو المشكل فيه؟ المشكل أن باش تستافد منه كاين حويجات كثيرة، يعني صعيب، هذه أول حاجة. ثاني حاجة خصك تصريح الدراري. عمر شي واحد عيط لك قال لك أجرة كتسالينا 40 مليون؟ لا ما يتعلقش اللي كتقولي ديال الدولة. هذا وين؟ لا وما يقدر يغدى يطرق كنسالوك. ما عندهم يسالوني. وكنقول لك انايا عندهم يسالوني. اش بغيتي الفلوس؟ ما بغيتي الفلوس. انا تعود خصني انا مولف لا بدا خصك كلشي فاكتورات. كلشي الضوء ما كتمشي انت خصك تأدي. تعطل واحد 10 ايام مشيتي. فعلا. واش اللي تعودت عليه انا؟ ورا بصح. ما عرفتش غادي شي نهار عيطي شي واحد قال لي اجي راه عندك شي حاجه راهي كان اصلا التليفون ما عمرو كيتهز باش يقول لك شي حاجه خبر زوين. عطاو لك كيعيطوا لك باش ياخذوا. هادشي اللي كاين. انت دابا مشيتي معايا في الخط. سي فخر الدين اخر سؤال. مع او ضد وضع قوانين زجريه ضد العنف الرقمي والتنمر؟ لا هذا من الناس اللي الحمد لله تنقولها دائما. انا ما عنديش واتساب، ما عنديش الفيسبوك انستغرام والو. لا انستغرام بدير، ولكن ماشي انا كاع اللي سميتو انا عطي لواحد السي زعما على اساسي يحرك معنا في الراديو وداك الشيء، ولكن تقدر من غدا ولا بعد غدا تلقي ما يكون عندي حتى شي حاجه. انا حتى الفيسبوك ما عنديش، ما كندخلش ليه، ما كندخلش الفيسبوك من دافع الفضول. لا والو ما كندخلش. وانستغرام حتى والو والو والو. غتقولي هذا السيد اللي معايا من عصر الهجري. لا لا هذا اختيارات لا ماشي هكا كان اختيارات وهم الحمد لله. غير وانت راك كتبارطاج كيقولوا لك بارطاج. انا ما كنبارطاجي، انا ما كندخلش لهذا الشيء. بارطاجي معك في الشارع اللي تلاقيتي معايا وسلمتي عليا راه ديجا بارطاج. انا هذا الشيء ما كنبغيش، وزيدون خلق مشكل كبير. كاين اللي يديروا في الصالح مزيان، وكاين اللي واخذوا على اساس خلق به مشكل. حيت الناس دابا عدد كبير، دابا الناس ولاو كيتشكاو فعلا، باغيين يوصلوا على ان هذا الشيء يولي فيه واحد كي قلتي انت واحد القانون زجري اللي اي واحد غلط يدي. حتى دابا المشكله هانت كتهضري، واحد جالس ما بيه ما عليه، واحد كيدي وبدي عارف فعلا انسان اخر، واللي عارف واحد
أنا هذا هو المشكل. أنا ما كنسمع واللاعبين كرة القدم تا هما كيتعرضوا لسميتو أسوأ أنواع الشتم وأحيانا الأسرة تا الأسرة تمشي تا تمشي تا الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق حيت هذا الشيء خصو يتقنن. أنا كذا كاين بعض الدول دابا اللي مشيت لها ما كاينش فيها الواتساب. كوريا واقيلا ولا جو سي با كوريا الشمالية بطبيعة الحال العلم ديال هذوك راه تيجلس في الدار عاود يجلس يدير كاسكروت كيقدر يصيب لك طوموبيله سير بلاص يصيب تليفون يصيب شي حاجه وما عندهمش هاد تا هما دايرين حنا يمكن ما مستغلينوش في الاتجاه ما كنلومش كلشي كاينين الناس اللي باغينو باغي يتحاور مع الوالدين ديالو باغي يتحاور مع الزوجة ديالو هو بعيد راه كاين وحدين اخرين اللي ما واخدينوش بهذه الطريقه هذه فعلا واخدينه على اساس سلاح فاللهم من احسن تبقى ترونكيل مع راسك عيش داكشي اللي كتعيش في الشارع مع الناس اللي كتلاقى معهم كتقول واقيلا راه هما الناس اللي كاينين ديما هما اللي سلموا عليك. والله الا تعداتك انا حسيتك في هذه اللحظه على هذا الاختيار هذا اختيار ما مش صعيب ولكن الحمد لله انا بالنسبه لي اختي غادي في هذا الاتجاه وان شاء الله مازال اي حاجه اللي هي غادي تخلق لي مشكل نحيدها مستقبلا. واضحه الفكره. سالينا الفقره الرابعه وغندوزوا الفقره الخامسه ودغيا دغيا غير قبل ما ندوزوا الفقره الخامسه ممكن نجربوا جربتي قبيله ولكن دابا ما عرفت حيت دابا جبتيها في الهدف امام الجمهور دابا ما كنضمنش وقتيها سالتك ما غاديش أمام الجمهور ما غاديش تمشي. يلا نمشيو للفقرة الأخيرة. مرحبا. يلا مباشرة نمشيو للفقرة الأخيرة سهم الصورة. إذا سهم الصورة هي الفقرة الأخيرة في حلقة سي فخر الدين رجحي. الفكرة ديال الفقرة سي فخر الدين هي أنني غادي نعرض عليك مجموعة من الصور وفي كل مرة غادي تطير صورة وغتبقى معنا وحدة باش في الآخر وحدة اللي غتربح. سؤالي هو دائما عن فريق الوداد البيضاوي الفريق ديالك إلى سولتك على شكون هو أحسن مدرب من هذه الاختيارات. يلا نشوفوا أول جوج اختيارات قدامك على الشاشة. شفتي واحد جوج ديال المدربين ما ساعدوش حظني جا في واحد الوقيته وفي واحد الظروف صعيبة وما طولش بزاف يمكن الآخر كان مع الوداد واحد وقت من الأوقات ولكن تاك التعصب وداك الشيء اللي خلاه على أنه يغادر فريق الوداد. إذا شنو الاختيار ديالك سي فخر الدين؟ نقول غاريدو لينا واحد شوية كان مع الوداد. إذن غاريدو هو الاختيار ديال سي فخر الدين حيت كان مع الفرقة وحسين نفطي غادي نقولوا له بالسلامة. غنشوفوا مع من غادي يتنافس غاريدو. فاندربروك يمكن حتى هذا ما فاندربروك ما يمكن دار باساج مزيان مع فريق جيش ملكي ولكن المجيء ديالو لفريق الوداد أنا بالنسبة لي خطأ. راه مشاو قالوا لك الألقاب اللي كانت الوداد تلعب عليهم ما كاين هنا ما كنرجعش المسؤولية لفاندربروك أكثر ما كان نشوف كيفاش الوداد كانت جاية هذوك المشاكل اللي عاشت كان عندها تأثير في لافان ديال لاسيزون مشات كأس إفريقيا ومشات بواحد الشكل قبيح. أنا كان ضرائب قديمة غاريدو لأنه على الأقل كان طول شوية مع الفريق وكان يلا غاريدو غيبقى معنا ونشوفه مع من غيتنفس. إذن غيتنفس غاريدو هاد المرة مع عادل رمزي. لا أشوف عادل رمزي عشان نقول لك على عادل رمزي دابا حطيتي واحد المدربين مع مدرب اللي هو شويه خدم في فريق الوداد هاد المدربين دوز ليا كاملين كانوا عودوا باساج دابا عادل رمزي حتى هو ما طولش جا في لا بريباراسيون مشى السعوديه ومسافة النتائج ما كانتش رغمها في الاخر بدا كيفوز ولكن القناعات ديال شوف جمهور الوداد صعيب تيبغي النتيجة وتيبغي الأداء. أنت في نظرك خصك تعطى له شوية الوقت. ماشي الوقت اللي ما تعطاش، حتى الإكسبيريونس اللي ما عندش عادل رمزي. عند عادل رمزي على أنه جا من مدرسة كروية هولندية ما عمره ما اشتغل مع فرق اللي هي في يعني كيف في الوداد ولا حتى في هولندا ما كانش في قسم الكبار ولا اشتغل مع الفئات الصغرى. جي الوداد غيكون عندك شويه الامور صعيبه حتى ولو عندنا واخا توفر لك الظروف وغادي تلقى لعابه وتقدر تنجح حيت عدد كبير من المدربين جاو ونجحوا واخا ما تكونش عندهم شويه الخبره ولكن كيلقاو فريق
وكيلقاو لاعبين اللي كيساعدوهم. كان عادل كان عنده اختيارات، كان عنده بزاف ديال الحويجات اللي ما ساعدوش. اذا بيناتهم كنظن غاريدو غيبقى معنا، غيبقى لنا حطيت ليا واحد المدرب اللي كنشتغل شويه مع الوليد. واضحه، اذا غاريدو هو الاختيار ديال سي فخر الدين، والمنافسه هذه المره مع البنزرتي. دابا هنا عاوتاني البنزرتي هو اللي كنظن انه حقق انجازات مع الوداد، مع 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 سميتو مع فريق الوداد. هو اللي كنظن انا جاء في واحد وقت من الاوقات وقدر يكون واحد الفريق وشبيه ها هو عاوتاني حنا كندويو على ها هو المجيء ديالو في الظروف اللي جا فيها دابا. هي كتبين لك، شوف راه دائما القوه الضاربه ديال اي فريق هي المجموعه. يفوا يكونوا عندك دراري في المستوى الكبير وتكون الراحه ويكون استقرار، استقرار وهذا راك غادي تنجح. انا كنظن البنزرتي جات هو في الظروف اللي جا فيها دابا خاصو شويه ديال الوقت باش حتى لاج ديالو دابا ما صعيب عليه الحال، ما يبقاش يتقبل بزاف ديال الحوايج، كيتعصب كيدير ما بيناتهم بجوج. لا تقول البنزرتي انا غاريدو جا الوداد داكشي راه كيخلق حتى هو مشاكل، ف كان يقدر ينجح حتى هو غاريدو مع فريق الوداد، ولكن ما الطبع ديالو صعيب، الطبع ديالو صعيب. كنهضرنا قبيله على اهميه ان المدرب يكون المدرب اللي كان قريب بزاف كيربح بزاف د الحوايج، بزاف ديال الحوايج. اذا غيبقى معنا سي البنزرتي وغيطير غاريدو، وغنشوفوا مع من غادي يتنافس اخر صوره مع سي البنزرتي. عموتا تا هو يستاهل، عموتا تا هو جا في واحد الظرف وقدر يحقق لقب ديال كأس إفريقيا وكيرجع ليه تا هو الفضل، تا هو يعني كيف كنقولوا حنا في داكشي اللي دارت الوداد لا من ناحية البطولة ولا من ناحية عموتا واحد المدرب اللي تا هو المتطلبات ديالو صعيبة وعنده كاركتير اللي توا عنده واحد كاركتير عنده شخصية وعنده كاريزما ما كيقبلش بزاف ديال الحوايج. نقدر نحطه مع 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 البنزرتي، غير شكون اللي يشتغل أكثر؟ أنا كيبان لي واقيلا البنزرتي هو اللي يشتغل، هو اللي كنشتغل أكثر مع فريق الوداد. أنا هنايا المسابقة بالنسبة لي أنا هنايا كاينين مدربين اللي تقدري تحطيهم تمايا وتقولي بالنسبة لك أنت الوداد يمكن ما درتوش بزاف ديال المدربين اللي دازوا في السبعينات ولا في بغينا يعني في هذه الاجيال القريبه، ما بغيناش ندوزو هذوك اللي عندهم تاريخ وتا هذوك عندهم نصيب في الوداد، حيت ملي كتجيبي لي دابا الاسماء بهذا الشكل كتعطي مرحله ديال الوداد وكان عاشت هذه المرحله هي ديال من 2018 ولا 17، حيت الاثر ديالها مازال مستمر. داكشي علاش لا الاثر ما كيجيش بلا هذوك اللي جابوا الاثر. الاثر ما كيجيش فابور فعلا، اللي ما عندكش ماضي ما يكونش عندك تاريخ فعلا. اذا هذوك المدربين القدام يمكن انا بالنسبه لي كانوا يقدروا يتحطونا ويعرفوا حتى الاجيال اللي غيشوفوا هذا البرنامج، لانهم عندهم نصيب كبير في الوداد. انا ما بغيتش نفضل صراحه غير من باب يعني لا عموتا ولا البنزرتي، ان البنزرتي يمكن واقيلا طول شويه مع اكثر مع من عموته مع فريق الوداد. اذا نعطيو الحق الاسبقيه للاقدميه، الاسبقيه نعطيو سميتو مع العلم انه دابا هذه مرحله من المراحل اللي دازت. نتمنوا خير ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله، وكنتمنوا كل خير لفريق الوداد ان شاء الله. كذلك انت سي فخر الدين الله يبارك فيك، كل الخير الله يبارك فيك، وشكرا بزاف انك جيتي عندنا وشرفتينا. واش نقول لك ما عندي ما ندير، تحيه لك وتحيه للناس الطاقم ديالك اللي كيشتغل في هذا البرنامج هذا، ونتمنى على ان الناس اللي غادي يشاهدونا في هذه الحلقه هذه يسمحوا لينا لكنا شويه. لا بالعكس، انت المعروف عليك انك تهضر من القلب واللي أيوة على قلبك على لسانك. اللي غادي يقبل علينا راه غادي يقبل علينا، داكشي اللي قدرنا عليه حنا قلنا ولا اللي قدرنا عليه الله راه حنا قلناه. شكرا على قبول الدعوه مره واحده اخرى، الله يبارك فيك وبالتوفيق الدائم ان شاء الله. اذا مشاهدينا كانت هذه حلقتي مع لاعب الكبير سابق طبعا سي فخر الدين، تحياتي لكم، كنضرب لكم موعد في حلقات مقبله دائما من برنامج الفهم.